انا لا تاخري. خلص جميل ما راح اتاخر، روح لعندها بقى بس لخلص لبسي على القليله. كباشك نافش طرف عيني. ها سلامه عينك. ادعي لي. موفق. شو بعينك خير؟ في شي؟ طرفت كباش نافش. سلامتك. طعمي السمكات. أنا جاهزة. ما يلا تفضلي. جميل، شو رأيك توصلنا بالسيارة؟ ما بقدر، عيني مطروفة، بدي طعمي السمكات ودرس الأولاد. طيب ماشي حبيبي، أبقى دير بالك على الأولاد أحسن ما يتوشوا عليك، وإذا تأخرت عشيهم. باي. جارتنا ام محمود. أهلين. أهلين. لا توخزيني، ما بقدر اقول لك تفضلي لانه هلا مو هون. اهلا وسهلا فيكي. اهلين. طارق. انا ما بدي اتفضل ولا بدي هنا ابو طارق، بدي اياك انت. بدك ياني انا؟ ايه انت. شو بدك مني؟ بدي اياك تروح لشقتي. محمود شو عم تقولي انت؟ لك شو قلت غلط انا جارنا ابو طارق؟ الله سبحانه وتعالى وصى بسابع جار، والناس لبعضها، وكيف نحن؟ الباب على الباب. هو صحيح الله سبحانه وتعالى وصى بسبع جار، بس يعني هي ما حبيت انا. طارق يعني ما راح تجي على شقتي. خلاص بس تجي هنا بنسهر عندك ان شاء الله. بدي اياك هلا. هلا ما بقدر، عم درس الاولاد. لانه ما باخرك بالكثير ربع ساعة. ايه كثير ربع ساعة؟ انت وهمتك، بتخلص بسرعة بترجع بسرعة. جارتنا ارجوكي بلا هالحكي. ها طيب يا جارنا ساعدني أرجوك، لأنه بجوز شوية الرخر هب شعل النار. أنا يا عبي شو مالي هذا الحكي؟ ما بتستحي على شيء بتا ابن قدي يا عبي شو؟ اي جارنا شو قلي؟ بدك تجي معي ولا لا؟ تكرمي بس تجي هنا بجي أنا وياها طارق. بدك حاطة الغسيل على النار، ما بقدر استنى. الغسيل؟ شو دخل الغسيل بجيتي انا؟ بجيتي انا وانا لعندك. خلصت انينه الغاز متغيرتها، يمكن جارنا انا ما عرفت تغيرها ركبها يعني لانينه الغاز، عم تنفس خايفه تعمل لحريقه بالبيت، عم تعمل فسه. قولي هيك بالاول. اي بسيطه، المهم تنتبهي من الغاز لانه الغاز خطير كثير، اهم شيء انك تسكري الانينه مشان ما تعمل فس. يعني ما راح تجي تشوف لي اياها؟ بلا هلا بس تجي هنا بجي بركب لك اياها. لك شو دخلت هنا بتركيب انينه الغاز؟ ليش هي اللي بدها تركبها ولا انت؟ انا بس يعني. بس شو؟ صار عندك ولدين ما بتعرف تركبها؟ ليش تجرب؟ بعرف شلون ما بعرف. انا اللي بعرف شلون ما بعرف. طارق ان شاء الله تعال ساعدني لكان. هلا بجي بس لخبر الاولاد جارتنا، هلا بخبر الاولاد وبجي لعندك. سبيني سبيني. طارق افتح يا دب. لك افتح قبل ما تغير رأيي يا طارق. ساعة لتفتح الباب يا دب. بتعرف تركب جرية الغاز؟ لا بابا. ليش؟ ما ليش، أنا رايح لعند أم محمود ركب له جرية الغاز. دير بالك على أخوك، اوعى تكسروا شيء. ولا يهمك بابا، رح نقعد نتفرج على برامج الأطفال. وإذا أجت أمها خليها تلحقني فورا، إلا بابا عم يركب له الجرة لأم محمود لأنه عم تعمل فس. عيني يا عيني. تنطرف عينك إن شاء الله. ادعي لي بابا. الله معك. هم هم فوت. شلاح من رجلك. يلا يلا فوت. يلا لك افوت. يعني ما بتعرف جارنا انه انا عايشة لوحدي؟ بلا بعرف. لك من مين عم تاخذ الاذن؟ عادي محمود عادي.
يفوت. وين الغاز؟ بوط النوم. لك عم بمزح معك صدق. فوت. يلا. تعال. يلا يلا. يلا. هاي اللي عم تعمل فس. طيب ايش ركبتيها؟ يعني ما عندك بهبهاني مفتاح غاز؟ عندي. وينه؟ بوط النوم. لك تعال بتزح معك حدا في يحط مفتاح بوط النوم. تقبر قلبي. خود هاي هي المفتاح. هاد خدو. انا هيك ما بعرف اشتغل اذا في حدا فوق راسي. منين بدك تشتغل معي هيك؟ ما حلوله. هاي الجلده دايبه. ورجيني. ممكن تنتظري برا لحتى اعرف ركب الجلده جديده؟ ما بدي اجيب لك جلده جديده. في عندي؟ عندي. تذكر وين حاططها؟ وين حاططيها لك سعديه مسعود؟ وين حاططيها؟ ايه بوط النوم. لا بتاع ممزح معك حدا بحط جلده بوط النوم ليك بالدرج. بعت لك تروح عينك. خود تقبرني جلده جديده. رجعي هلا لورا مشان اعرف اشتغل. اشتغل مين ماسكه؟ هيك ما بعرف اشتغل. ممكن ترجعي لورا؟ ماشي. كمان شايفك ام محمود؟ كمان كمان. ايوه تعالي نعلي ولا وقتك. خلصت انا. بقي بس لازم نجربها. شلون بيجربوها؟ هلا بتشوفي. لا تستعمل الكبريت اثناء تجريب الغاز. استعمل الرغوة فقط. هيك مشان اذا ما كنت هون وعملت فس مرة ثانية تحطي هيك. يسلموا ايديك. رغوة و شايفة ما في فس ابدا. ما اعدمك الهي تقبر قلبي الله يعطيك العافية. فعلا البيت بلا رجال ما بيسوى شيء. خاطرك. وين رايح؟ ما بتروح لتشرب فنجان قهوه؟ بيجي بيجي خلص بيجي انا وهنا وبنشربها عن اذنك. لك نيال مرته عليش وادمي شو بيستحي؟ وانت بعت لك قتلك شو محظوظه؟ ايه؟ شو؟ لك شو؟ يا ارجيلي شو؟ وعلى اساس برامج اطفال؟ مطولي المباراه لتخلص؟ هسه هلا بلشت. شو حضركن عشاء؟ حيلا بابا. لك شوط؟ انا بنتي فلافي. منين بدي اجيب لك فلافي لنا؟ من عند البياع. ايه بابا ايه بابا انا كمان جاي على بالي اكل فلافل. خلنا مشوار بالسياره بناكل فلافل وبنرجع منه. ماشي قوموا البسوا صبابيتكم خلينا نتيسر. يلا ايه رح ناكل فلافل. ايه اوه شو بحببكم بهاللعبه؟ لك شوط. لك شوط. الله لا يعطيك. ما قال لك ابوك لا تلعب بالسيارة؟ انت لا تفسد لو ما بيعرف. عن ما عن لورا عن مسك.